السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. أسعد الله مساءكم يا رب بكل خير، وأتمنى يا رب أن يومكم كان بأفضل حال. صوت إذا واضح، بس إذا ممكن تكتبوا لي على كيو آند آي، أو أستاذ عبد الجليل، إذا ممكن بس تكتب لي على الشات، إنه الصوت واضح، لأنه مش ظاهر لي أي تبويبة إنه الصوت جيد بالنسبة لي. good طيب. شكرا جزيلا لكم شكرا لوجودكم في الدقيقه الاولى واحنا دائما نقول يعني الالتزام بالوقت هذا دائما من عرف رواد الاعمال ومن اجمل ما يميز رواد الاعمال فعليا خلال هذه الفتره يعني سابقا كانوا يقولون انه بعض رواد الاعمال يكون متسيب في مجال اللي هو اداره الوقت او في مجال اللي هو الالتزام باعتبار انه هو اساسا مدير نفسه ومالك اللي هو المؤسسه وخلافه لكن احنا دائما نقول مع الدورات التدريبيه اللي فعليا تقام في مركز دعم الاعمال، احنا نلاحظ انه دعم المنشآت نلاحظ انه كثير فيه اختلاف او في كسر قاعده لهذا المجال. سعيدين جدا فيكم نتمنى انه فعليا استفدتوا بشكل كبير من الدورات التدريبيه. قبل لا ندخل على الاداره الابتكاريه لرياده الاعمال، ودنا بس ناخذ كذا منكم بعض اللي هي الاستفسارات او بعض اللي هو خلينا نقول الاجوبه عن ابرز الفوائد او ابرز الاشياء اللي انتم استفدتوها خلال الفتره الماضيه اذا ممكن تكتبونا على كيو اند اي على اساس اقدر اقراها على طول بشكل اللي هو سريع وش الاشياء اللي انتم استفدتوها خلال هذه الفتره سواء من منشات من الدورات التدريبيه او من الورش التدريبيه اللي جالسه تعقدها لنا او بشكل عام جميع اللي هي الخدمات او خلال هذه الفتره اذا ممكن بس نشوف على الكيو اند اي على اساس كذا بدايه الدوره التدريبيه حلو استفدنا خبرات ممتاز كمان ايضا وش الاشياء اللي احنا استفدناها ممتاز دورات في مجالات عده تبع التخصص كانت استثمار نفسي قبل ما تكون مشروع معلومات واسعه مفصله متخصصه جميل دعاء كمان البقيه البقية وش أبرز الأشياء اللي أنتم استفدتوها خلال هذه الفترة اللي موجودة عندنا؟ تطوير اللي هو للذات أنوار تقول معرفة التطبيق في العمل عند أنس كمان أيضا عندنا التطبيق وإلى آخر من هذه الأشياء جميل دائما إنه إحنا كل حاجة يمكن هذا شيء أشرتوله ويعني يعتبر من أهم اللي هي المزايا الفعليين رواد الأعمال الجدد فيصل يقول أعطتنا معلومات واسعة هو الشات ما نشوفه إحنا بس نشوف على Q&A إذا ممكن نكتب عليها اللي هو زينب ماجد يقول لك اعطتنا اللي هي جداول ممكن ان احنا نستفيد منها فهذه نقطه كثير مهمه بالنسبه لنا في مجال او تحليل اللي هي المواقف جميل جدا هذه النقطه احنا دائما نقول في مجال الاداره دائما لازم يكون عندك ابتكار دائما لازم يكون عندك ربط اللي هي المعلومات اللي انت تاخذها كرائد اعمال او كمستثمر في مجال اللي هو رياده الاعمال في الواقع اللي موجود عندك لانه في كثير يحضرون دورات تدريبيه لكن للاسف لما نجي على ارض الواقع نلقى انه التطبيق عندهم يعني يكاد يكون صفر، ليش؟ انا اقول لك انا اخذ المعلومه زي ما هي او اني انا احضر الدوره التدريبيه بغرض انه انا والله مثلا ابغى شهاده او ابغى الى اخره، عرفنا الطرق اللي هي لاحتواء الازمات، جميل جدا. فمهم دائماً في مجال إدارتنا إحنا نكون مبتكرين بشكل جداً عالي كيف أني أنا أقدر أربط ما بين المعلومات اللي أنا أخذها في مجال اللي هو ريادة الأعمال أو في مجال اللي هو الدورات التدريبية وما بين الأشياء الأساسية اللي ممكن أنه أنا خلينا نقول أتطرق لها أو أني أنا ممكن أبتكر اللي هو فيها لذلك اليوم عنوان دورتنا اللي هو عن الاداره الابتكاريه في رياده الاعمال هي المقصود فيها انت كيف تخرج عن المالوف، كيف انك انت تاخذ المعلومات زي ما هي جامده بس تحطها او تطبقها بطريقتك انت زي ما انت تشوفها او زي ما انت تراها بناء على احتياجك اللي هو الاساسي او بناء على المتطلبات الاساسيه عندك في مجال اللي هو الاداره لذلك محاور دورتنا التدريبيه راح تكون كالتالي، اول حاجه راح نتكلم عن نقطه كثير اللي هي مهمه بالنسبه لنا اللي هي عن معايير بناء اللي هي الثقافه المؤسسيه اللي هي الابتكاريه داخل المنشات لانه مو باي منشاه تقدر انها تكون ابتكاريه، في منشات خلاص هي قدرها انها تكون بنفس هذا اللي هو السيستم، راح نتكلم عن دور الثقافه المؤسسيه في خلق الميزه التنافسيه للمنشاه واخر حاجه راح نتكلم عن دور الكفاءات الرئيسيه وايضا راح نتكلم عن بعض الاساليب الابتكاريه الاداريه اللي ممكن احنا ناخذها في هذا الجانب اول شيء ليش انا مهم عندي وانا ابتكر في اشخاص يقول لك انا مهم ابتكر عشان انا اتميز وانا اتمنى طول ما احنا جالسين يعني نتحدث في هذا الـ الامر انه على الكيو اند تكتبون اللي هي بعض اسئلتكم او بعض الاستفسارات اللي موجوده عندكم او بعض التاييد او بعض المعارضه بالعكس انا دائما اقول في دوراتنا التدريبيه او في روشنا التدريبيه كل ما كان في جزئيه معارضه كبيره ترى كل ما استفدت انت لانه دائما احنا نقول الشخص اللي يشبهنا ما يطورنا، لكن الشخص المختلف عنا لما يجي شخص مختلف تماما عني بثقافتي، سواء اختلاف جيد او اختلاف اللي هو سلبي، فكل ما كان في اختلافات اللي هي جدا عاليه، كل ما كان الامر اللي هو بالنسبه لنا جدا اللي هو ممتاز، لذلك اهم نقطه عندنا من نقاط اللي هي اهميه الابتكار، يقول لك ان هناك دائما منافس شرس، ما يرحم ابدا، وفي مستهلك ذكي، المستهلك دائما يعرف وش ابرز الاشياء اللي موجوده عنده ويقدر اللي هو يبتكر فيها بشكل اللي هو جدا عالي، ويقدر يميز ما بين هذه المنشأه وهذه المنشأه بشكل اللي هو جدا كويس. في عندنا قاعده يقول لك اما ان تبتكر واما ايش؟ ان تموت. فمسأله الابتكار يعني سابقا كان الابتكار حاجه خلينا نقول امر شخص بالنسبه لك او امر راجع اللي هو بالنسبه لك، حاليا لا الابتكار عندي يعتبر من ضمن المعايير الاساسيه لاي منشاه، فانا لما ابتكر بمنتجاتي، بخدماتي، بطريقه تواصلي اللي هو مع العميل، هذه كلها امور انا تحدث عندي اللي هي نقله جدا اللي هي نوعيه. الابتكار مناسب للسوق المشبع، يعني كل ما كان اساسا انت مجالك مليان مره عندك المنافسين، او مليان عندك هم الاشخاص نفس اللي يقدمون نفس خدماتك فمعناته انه الابتكار ضروره بالنسبه لك مش بس مناسب لا هو ضروره بالنسبه لك لانه منافسه كثير عندك فلو كنت انا مثلا لنفترض انه انا مثلا مصنع مياه مفترض انه انا ابتكر لانه مصانع مياه عندنا كثيره لو كنت انا مثلا من السوبر ماركت او اللي هي المراكز التجاريه فمفترض انه انا لازم اني انا اطور لانه في كثير عندي منافسين فاي سوق مش لا بد اني انا احطه في عين الاعتبار الابتكار ممكن يكون تجاري أو ممكن يكون في المسؤولية الاجتماعية اللي أنت تقدمها أو مثلا في النشاطات الأخرى أو في الإيرادات الأخرى اللي ممكن أنت تسويها أو اللاين الآخر اللي ممكن أنت تسويه الابتكار دائما لو إحنا نقول يعزز القيمة اللي هي المستقبلية فأنت لو حاط في بالك أن أنت راح تستثمر زيادة أو راح تنمي اللي هو مشروعك زيادة فكل مرة أنت عندك نقطة الابتكار هي اللي فعليا جالسة تخلق الميزة التنافسية بالنسبه لك ويخلق لك اللي هو الاتجاه الاستراتيجي. غالبيه المنشات يعني هذا الرحله يعني بالغالب احنا نمسكها حبه حبه اوكي او نفصلها اللي هو بشكل جدا موسع، لكن حاليا بس ناخذ اللي هي لمحه عليها عامه جدا انه رحله الابتكار دائما في اي منشاه هي تبدا من الوضع التقليدي، الوضع التقليدي انه احنا كان وضعنا مستتب وما عندنا ابدا اي اشكاليه في الحياه فهو عالم اعتيادي، جت عندنا مثلا هذه الازمه او بدون ازمه، جاء عندنا مثلا منافس اقوى منا او منافس في نفس اللي هو الشارع اللي احنا موجودين فيه او في نفس الطريق اللي احنا موجودين فيه جاء عندي منافس اقوى مني مثلا سوى ابلكيشن ممكن انه خلينا نقول اخذ او سلب اللي هو العملاء منه بشكل كبير فهذا تعتبر عندي دعوه للتغيير بمجرد ما يجيني اللي هو منافس اخر بمجرد ما تجيني دعوه للتغيير في اشخاص يستسلمون لهذا التغيير في اشخاص لا يعني او خلينا نقول يستسلمون هذه الدعوه وفي يعني يقبلونها وفي اشخاص يرفضون الدعوه، اوكي واذا جاء يعني عندي آه مثلا مستثمر اخر او اذا جاء عندي منافس اخر فيعني في وجوده لا يعني انه انا ماني موجود، صح سليم انه وجوده يعني عادي انه انا اقدر استمر والى اخره، بس مو معناته انه انا ابقى في نفس الوضع ما اغير، ما ابتكر، ما اطور ولا الى اخره، احنا دائما نقول لازم يكون ديدنك الاساسي اللي هو موضوع الابتكار. في اشخاص يرفضون الدعوه خليني زي ما انا، وفي اشخاص لا يقابلون ملهم، ممكن الملهم يكون مثلا محاضره تدريبيه، ممكن يكون المنافس نفسه ملهم، ممكن تكون انت ملهم نفسك، ممكن انت تتحدث مع احد الموظفين ويعتبر ملهم بالنسبه لك، ممكن تجاربك السابقه ملهمه، ممكن انه انت تدخل على مثلا احد اللي هي الافلام اللي موجوده عن نتفلكس اللي هي تحكي عن واقع اللي هو الشركات وكيف نمت وكيف تطورت فهذا أمر يعتبر اللي هو ملهم بالنسبة لك فالإلهام ما هو محصور على أشخاص معينين أو ما هو محصور في نقاط اللي هي معينة فالإلهام له اللي هي عدة نواحي اللي هو للابتكار ممكن القراءة تعتبر إلهام بالنسبة لنا في عندنا اللي هي نواحي كثيرة بمجرد ما يجيك الملهم أنت حتجتاز مع الحدود كل مرة نرجع نقول ملهم مختلف أو مصادر مختلفة فبتجتاز حدود اللي هي الإدارة التقليدية اللي موجودة عندك اجتياز الحدود ما هو بسهل مسألة أنه أنا أنتقل من وضعي العادي أو من وضع الإدارة التقليدية إلى وضع الابتكار هنا معناته أنه في عندي مخاطرة جدا كبيرة في معناته أنه عندي تفكير اللي هو جدا كثير وهذا يعزز عندنا قاعدة أنه الاحلام او التخطيط ما هي الاشياء اللي احنا نراها في المنام بالعكس الاشياء اللي احنا نفكر فيها واحنا يعني واعين اللي هي في الحياة فبيعتبر عندك في جزئية من الأحلام كبيرة أو جزئية من التفكير كثيرة حتى تجتاز معها الحدود راح يكون عندك حلفاء راح يكون عندك تجارب راح يكون عندك أعداء ممكن أنت تكون عدو نفسك ممكن موظفينك أعدائك ممكن الأهل عندك الأعداء ممكن أيا كان المنافسين عندك أعداء فبيعتبر عندك في كثير اللي هي من التجارب كثير اللي هي من الحلفاء ممكن في عملاء جدد ممكن العملاء الاساسيين اللي عندك يصرون اعداد بالنسبه لك فبيصير فيه اللي هي اختلاف في اشياء اللي هي جدا كثيره، بيجي عندك مرحله انا اعتبرها من اهم المراحل في الاداره الابتكاريه اذا انت عديتها بامان او عديتها بسلام انت تعتبر شخص مره ما في زيك اللي هي مرحله مواجهه الظلام، اللي هي المرحله ما بين الاداره التقليديه اللي قائمه على العمل الروتيني جدا واللي عادي انه انا استورد شيء وانا ابيعه بدل ما انا ابتكر بدل ما انا انتج بدل ما انا اطور او اني انا اقدم خدمه مثلا زي خدمات الاستشارات هي اساسا ما فيها استيراد ولا فيها اي حاجه، كيف اني انا اقدم هذه الخدمه بشكل هو ابتكاري فبتدخل في مرحله اسمها مواجهه الظلام، هل انا صح؟ هل انا غلط؟ هل انا بستمر؟ هل انا ما راح استمر؟ هل الابتكار هذا بينفعني؟ هل ما راح ينفعني؟ القوائم الماليه عندي شويه ملخبطه، انت نفسك تحس اللي هو نفسك ضايع فبتدخل في مرحله مواجهه الظلام، احنا دائما نقول اي رائد اعمال بمجرد ما تدخل لمرحله او تدخل في مرحله مواجهه الظلام قفل على نفسك الباب واسال نفسك اسئله واقعيه بعيد عن الاشياء الشخصيه لانه كل ما كان عندنا الحديث في مجال اللي هو الاستثمار او في مجال رياده الاعمال مع اشخاص مشابهين لنا او مختلفين عنا في مجال رياده الاعمال في الاشياء الشخصيه او في امورك الداخليه ما في احد يعرفك اكثر من نفسك فانت لما تجلس تاخذ ورقه وقلم تحسب امورك كلها وشوف وش الاشياء اللي لك، وش الاشياء اللي عليك، وش الاشياء اللي انا احتاج اطورها، وش الاشياء اللي احتاج اني انا اثبت عليها، هل الابتكار في هذا الجانب؟ الابتكار ترى ممكن يكون بش أمر اللي هو جدا بسيط. فكل ما كان عندي هذا الامر بشكل دقيق وبشكل شخصي، كل ما كان اللي هو الامر بالنسبه لي اللي هو جدا ممتاز. بعد ما اواجه الظلام مع نفسي وبعد ما انا فعليا اجلس مع نفسي جلسه صادقه، بدخل على مرحله تسمى اللي هي تطبيق الافكار الابتكاريه او تطبيق الاداره الابتكاريه. نرجع نقول امرها جميل بس انها تحمل شوي اللي هي بعض من الصعوبة لانه التخطيط فيها جدا كبير. حتدخل على منظور جدا عالي، وخلينا نقول يمكن تسوي اعادة بناء للهوية التجارية اللي موجودة عندك. ممكن تسوي اعادة بناء للمنتجات. ممكن تسوي مثلا الدخول في منصات اجتماعية أنت سبق اللي هو ما سويتها ممكن أن تستحدث طريقة لإرسال الإيميلات غير الطريقة اللي هي التقليدية اللي أنت خذيتها ممكن تستخدم طريقة اللي هي الرد الآلي أو أنه أنا أتصل على العميل وفي مثلا رد عندي آلي يتواصل معهم بدل ما تكون أنه أنا والله أجيب موظف ويتصل عليهم معكم شركة الفلانية ويعرض اللي هو الخدمات تدخل لمنظور جديد وبتنبسط وبتدخل البحر نلاحظ زي هذه الرسمة يعني بتسعد جدا في هذا النقطة بس بالنهايه حتدخل وضع ايش؟ العوده للنظام اللي هو التقليدي او الوضع التقليدي فمعناته انه الاداره الابتكاريه كل مره متجدده، كل مره متطوره، كل مره تاخذ جزئيه غير اللي هي الجزئيات الاخرى اللي احنا نتوقعها، الاداره التقليديه دائما ما تطور لكن الاداره الابتكاريه دائما تسعى الى التغيير في كل حاجه، فمعناتها انه انا عندي بما معناه اللي هي الابتكار الاداري اللي هي استجابه لأفضل او الاستجابه الافضل لمنتجات اللي هو الشركه ومعرفه اللي هي احتياجات عملائها عشان انا ازيد الاداء وعشان انا اتغير بشكل جذري او بشكل اللي هو تدريجي او خلينا نقول اسوي زي فكره اللي هو الكيزنا او زي الكازن اللي هو التحسين المستمر كل مره انا اطور كل مره انا اغير كل مره انا احسن دائما اقول الابتكار الاداري يساوي عندي معادلة سواء كانت الابتكار الإداري أو اللي هي الأرباح أو كيف إني أنا أعظم اللي هو قيمة المؤسسة دائما تساوي عندي معادلة اللي هي بسيطة. معرفة احتياجات العميل اللي هي الاستجابة الأفضل، معرفة احتياجات العميل زائد تطوير المنتجات يساوي عندك الابتكار أو يساوي عندك الأرباح، هذه هي باختصار. فكل ما كانت دائما المعادلة هذه في بالنا بشكل يومي، انت عرفت كيف تقدر تطور او كيف تبتكر في منشاتك بشكل هو جدا عالي معرفه احتياجات العميل زائد تطوير المنتجات يساوي عندي نقطه اللي هي الارباح او تساوي عندي اللي هي زياده المبيعات فممكن بشكل يومي يكون عندك انه انا آه مثلا على الرسائل اللي هي الواتساب يجيني مثلا رسائل اللي هو العملاء انه لو تسوون كذا لو تفعلون كذا ترى هذه الرسائل بالنسبه اللي هو للموظفين او للموظفين اللي هو خدمه العملاء هم يتوقعون من وجهه نظرهم انها آه رسائل عاديه او رسائل مثلا آه خلينا نقول فلسفيه او انه عملاء ما عندهم اي حاجه الا بس انهم يقترحون والى اخره، لكن لو حطيت انت في اعتبارك او في ذهنك انه هذه ترى الاقتراحات هي اللي فعليا قادره تقفز في الشركه بشكل كبير او في المؤسسه بشكل كبير، ترى فعليا انت تطورت لانه في اداره كامله عندنا من الادارات الابتكاريه اسمها الاداره بالعملاء. أنا ما أطور ولا شيء، أنا ما أخطط ولا شيء، العميل هو اللي يخطط لي، العميل هو اللي يقول لي إنه هذا الشيء يساره صح أو الشيء هذا يساره هو اللي خطأ، فكل ما أعطاني العميل احتياجاته كل ما أنا طورت منتجاتي كل ما زادت أرباحي، لكن أنا ما عرفت احتياجات العميل فبالتالي وشو؟ العميل بيروح عند أي منافس آخر لي، لأنه ما في شيء اسمه مشروع وحيد في الحياة. الا ما يكون في منافس لي يقدم نفس الخدمه اللي انا اقدمها لو ما أقدم نفس الخدمه ممكن يقدم نفس اللي هو الاحتياج بالنسبه لنا لذلك في في قوه بورتر الخمسه للمنافسه على اساس نعرف انه احنا دائما لما نتكلم عن المنافسه والى اخره وليش احنا نبتكر مو بس الشخص اللي يقدم نفس منتجي هو منافس لي شخص اللي يؤدي نفس حاجتي يعني انا الان مثلا تدريب اذا في شخص يقدر يقدم بحاجتي نفترض انه كتاب قناة يوتيوب حساب سناب شات ايا كان هذا يقدم نفس الحاجة اللي انا جالسة اقدمها او يشبع نفس الشيء اللي موجود عندي فلذلك عندنا موضوع اللي هو انه انا ارسل لهم مثلا استبيانات او اني انا اسوي معاهم مقابلات شخصية راح ناخذ اللي هي ممكن بعض اللي هي الطرق اللي ممكن احنا نستفيد منها انواع الشركات ذكرناها انه في شركات ذات ثقافة ابتكارية وشركات لا انها عندها الامر التقليدي اللي هو بشكل جدا عالي وين المشكلة اللي موجودة عندنا في الثقافة شركات ذات الثقافة اللي هي الابتكارية قلنا أنها فيها مبادرات عالية فيها تخطيط جدا عالي فيها أنه يوميا أو بشكل اللي هو مستمر دائما عندها موضوع اللي هو الابتكار فدائما تلقونهم زي اللي هو النحلة يشتغلون لكن اللي عندهم ثقافة ابتكارية أو غير ابتكارية دائما لاحظوا أنهم يحبون الاستقرار يحبون المكانة وأنا ترى المدير وأنا الكينج وأنا اللي أخطط وأنا اللي أعطيكم وأنتم منفذين وأنتم الإدارة التنفيذية أو الإدارة التشغيلية فما في أحد يخطط غيري فما عنده هذا الشيء حتى لو بغى يقفز واتمنى انه ما يكون من الحضور عندنا ما شاء الله الحضور جيد اليوم نتمنى انه ما يكون عندنا من احد من الحضور عنده هذا الستايل انه ستايل انه انا المدير وفي عندي قواعد وفي عندي نظام وفي عندي هيكل وما حد يتجاوزه والى اخره لا اذا كان عندك هذا الستايل فابشر بثقافه غير ابتكارية ولا 1% ليش لان الموظفين كل ما كان عندهم الاداره صارمه او الاداره التقليديه او الاداره عندها خلينا نقول خطوات كثيره من اجل اللي هو الابتكار فهذا معناته انه يحد انا عندي لهم الابداع لكن لما يكون في صلاحيات لما يكون في تقليص لكثير اللي هي من الاجراءات فهنا معناته الموظف حيبتكر عندي بشكل اللي هو جدا كبير او جدا اللي هو عالي داخل المنظمة طب ليش أنا جالسة أبتكر ليش أني أنا أقول أنه أنا لازم أروح اللي هي الثقافة الابتكارية بشكل عام عشان أحقق أهدافي الشخصية عشان أحل مشاكل غامضة عشان أحس أنه راضي عن نفسي لما أقول أنا والله مالك هذا الشركة وأنا مؤسس هذا الشركة بنبسط كثير على هذا الموضوع عشان اقدم مساهمه مختلفه للمجتمع او حتى للاقتصاد اللي هو الوطني انه من ابرز اللي هو المنشات الابتكاريه عندنا منشاه سعوديه خلق ميزه تنافسيه بالنسبه لك لانه اساسا احنا اساس إنشاءنا لهذه المؤسسات عشان أنا أتميز عن الآخرين وعشان يكون عندي اللي هو زيادة أرباح ومبيعات عشان أزيد الولاء الوظيفي للموظفين لأنه كل ما زاد عندك الولاء الوظيفي وكل ما حس الموظف إنه هذه البيئة جالسة تبتكر وجالسة تطور ما راح يبحث عن بديل لك. لا تقول أنا ما أحط في عين الاعتبار موظفيني لا نقط كثير سمعتها امس ويعني فعليا كانت مبهجه بالنسبه لي يعني كذا كانت ختامها مسك في نهايه اللي هو اليوم لما قالت واحده من الموظفات السابقات يمكن قبل خمس سنوات او ست سنوات قالت انا درت بعدك على اماكن كثيره ما لقيت ابدا زي ادارتك، ما لقيت شخص يعطيني سبيس في الابتكار او في الابداع او في اللي هي المنتجات واني انا اعمل مع شخص يعني يبين لي مهاراتي اللي هي او يخليني انا احط خلينا نقول مهارات الذكاء او مهارات الابداع داخل بيئه العمل فهذه نقطه كثير مهمه انه حتى موظفينك سواء قبل او اثناء او بعد اللي هو تواجدهم معك يفضلون انهم يعملون داخلهم هي لانك انت جالس تعمل بطريقه اللي هي مختلفه وزي ما قلنا صنع علامه تجاريه مميزه وطبعا هذه لها مزايا مره كثيره تقدر تبيع بعدين المنشأة، تقدر تبيع حصص فيها، تقدر تدخل في المساهمات، تقدر تعطي علامة امتياز، فكل ما كانت إدارتك مبتكرة أو كل ما كانت إدارتك مختلفة اللي هو كثير عن الشركات التقليدية كل ما كان الأمر بالنسبة لنا، وش ممكن أشياء تعيقنا عن اللي هو موضوع الابتكار، طبعًا احنا دائمًا نقول المعوقات منا وفينا اللي هو إنه أنا أتجنب المخاطرة أو إني أنا أخاف من المخاطرة اللي موجودة عندي، فأنا أتمنى إنه أنا صدق أبتكر بس أخاف. ودائما نقول من يخاف لما يجرب جديد او عندنا اللي هو التمويل غير الملائم وهذه ما تعتبر معوق يعني اذا انت تبغى تبتكر بشيء مره عظيم ممكن تحتاج اللي هو تمويل لكن الغالبية اللي أنت ما تحتاج هذا الأمر في عندك أحيانا القيود الوظيفية وقيود وظيفية تقدر أنت اللي هو تكسرها بنفسك أحيانا يكون عندنا الالتزام بالوقت يعني إحنا ما عندنا ثمان ساعات فثمان ساعات هذه يدوب أن إحنا نقدر نغطي فيها اللي هي مهام العمل لذلك ممكن أنا أستحدث قسم واحد للابتكار ممكن يكون القسم هذا يعني في بدايته مبني على موظف واحد او مبني اللي هو عندنا على مستشار اللي هو خارجي لحد ما يكبر عندنا اللي هو المفروض مفهوم ويكون قسم كامل مختص اللي هو مما جميعاً خلينا ناخذ كيف طرق انه انا اوصل الى منظمه اللي هي ابتكاريه، اول شيء انا ادرس واقيم منشاتي، وش النواحي او وش الاقسام عندي اللي تحتاج الى تطوير؟ وش الاشياء اللي فيها نقطه اللي هي الدراسه فيها اللي هي ضعف؟ فكل ما كانت عندي اللي هي الدراسه والتقييم سليمه، مبنية على أسس ما مبنية على قواعد اللي هي داخلية لذلك لما كان عندنا برنامج نمو المنشآت وقريبا إن شاء الله راح يطرح لما ناخذ اللي هي معايير تقييم المنشأة هي هي معايير شخصية يعني انا ما اقدر اقول انه انا والله شركتي ابتكاريه ولا شركتي ناجحه ولا مب ناجحه، في عندي دراسه وتقييم، في عندي اسئله اساسيه انا لابد اني انا امشي عليها، الخطوه الثانيه والمهمه عندنا المراجعه التفصيليه من اجل الابتكار، هل معقوله انه انا ببدا كل شيء ابتكار اللي هو مع بعض؟ لا احنا دائما نقول الموضوع دائما يمشي حبه حبه فلما تمشي انت في قسم قسم يعني نفترض انه اهم الاقسام اللي انت لازم تبتكر فيها قسم اللي هو التسويق من ناحيه الحملات التسويقيه اللي انت تاخذها من ناحيه الافكار اللي موجوده عندك يعني نلاحظ انه في اشياء زي اخر حمله صارت موجوده وصارت اللي هو عالميا حمله اللي هي او فكره اللي هو التسويق او التصويت لاحد اللي هي الصورتين اللي كانت موجوده فهذه كان فيها ابتكار او كانت فيها خلينا نقول دراسه وهو بالنهايه صارت كلها يعني شيء اللي هو مدروس واساسي النقطه اللي بعدها عملية الحصول على أفكار ولما نقول عملية الحصول على أفكار معناته أنه أنا ما راح أحصل على الأفكار من نفسي فقط أنا لا مع الموظفين مع مستشارين ممكن أنه أنا أشوف اللي هي أدرس منافسين بالنسبة لي ممكن أنا أدمج بين الأفكار اللي موجودة ممكن أنا أجيب كوتشنج أو اللي هو مدرب معانا ممكن أنه أنا أدخل مثلا مع قسم اللي هو الإرشاد اللي موجود عندنا في مركز الدعم ممكن انه انا اجيب اكثر من طريقه عشان انا احصل اللي هو على الافكار فلا تعتمد دائما في موضوع الابتكار على نفسك ابدا انه لو 1% أه الاشخاص اللي كتبوا على الكيو اند اي انه نبغى اللي هو امثله بس اتمنى انه الامثله على ايش بالضبط بحيث ان احنا نقدر اللي هو نجاوب عليها وفي نقطه كمان مهمه جدا احنا دائما داخل ال 45 دقيقه هذا قد ما نقدر نحاول نعطي البيسك لكن اذا في اسئله اللي هو خاصه بالعكس احنا نتشرف جدا ان احنا نجاوب عليها في نهايه الورشه اذا كان عندنا مجال او نجاوب اللي هو عليها في خدمات الارشاد وخدمات الاستشارات مع زملائنا نجي على النقطة اللي بعدها لازم يكون عندك مجلس استشاري للابتكار، اوكي انا جمعت كثير من الافكار لازم يكون عندي انا مجلس كامل، بلس عندي لازم يكون في تجديد لنموذج العمل وفيه ورشة تدريبية زميلي الاستاذ بندر الجنيدي جميلة جدا اللي هو عن تجديد اللي هي نموذج العمل بعد اللي هي العودة والتكيف الاقتصادي. كيف راح تكون عندي استراتيجيه هذا الابتكار؟ وش الوسائل اللي انا راح استخدمها؟ هل الوسيله اهم شيء عندي اللي هو الحفاظ على العملاء الموجودين؟ او الاستراتيجيه ناخذها اللي هو انه انا اخلق علامه اللي هي مميزه، وش الوسيله اللي هي الاساسيه او اللي هي العلامه الاساسيه والاليه الاساسيه اللي انا باخذها؟ كيف بخطط للمشهد المستقبلي لمنشاتي؟ كيف اركز على الابتكار وكيف انا اضع له خطوات؟ يمكن اني انا كمالك ما اقدر اسوي كل حاجه بنفسي، لذلك احنا الموظفين اللي موجودين معانا تواجدوا او يعني صار الاحتياج لهم من اجل سد الثغرات اللي هي موجوده عندنا، فانا مسؤوليتي كاداره انه انا احط الاستراتيجيات اللي انا ابغاها او اني انا احط الاليات اللي انا ابغاها، لكن الموظفين اللي عندي هم اللي يعطوني وش الاجراءات، وش التكنيكات اللي ممكن انا استخدمها عشان اوصل للابتكار. بشكل ناجح أعد إعدادات أو دراسات سريعة نرجع نقول أنا كمالك ما أقدر أسوي هذا الشيء لازم يكون لها شخص متفرغ في هذا الجانب فممكن اللي يعد للدراسات وممكن اللي لي قياس عواد الابتكار هل هذا الابتكار يعني لما أنا أخذ منتج زي ما هو أبتكر فيه بطريقة اللي هي معينة هل هذا الشيء مجدي بالنسبة لي أو راح يأخذ مني اللي هو إسراف في الوقت أدرس المخاطر هل المخاطر أبرزها أنه حياخذ منه جزء من الوقت اللي هو للعمل وآخر حاجة راح يكون عندنا الثقة في الافكار اللي انت جالس تسويها دائما، اي فكره ترى في البدايه عند المجتمع تكون غريبه وتكون اللي هي منبوذه، لكن فيه فئه كبيره اللي هي من شرائح العملاء تحب اللي هو يعني خلينا نقول تجربه اللي هو كل جديد، ممكن ابتكارك يكون بحدود المعقول يكون حاجه اساسيه ما هي ما تكون حاجه مختلفه اللي هو عن الاشياء اللي احنا نبغاها. دور الكفاءات الاساسيه، احنا قلنا قبل شوي انه انت كمالك ما راح تسوي كل شيء بنفسك، لازم يكون عندك اللي هو الموظفين. فأول نقطة لازم تكون موجودة عندنا اللي هي تجميع فرق متنوعة، يعني أنا موظفيني مختلفين عن بعض، ما لهم أبداً أي صلة، كل واحد بتخصص معين، كل واحد من منطقة معينة، ممكن ثقافات معينة، ممكن كل واحد من دولة معينة، فأنا لابد إني أنا أجمع فرق اللي هي متنوعة، فكل ما كان عندك هذا الأمر عالي او متواجد داخل منشاتك فاعرف انه نقطه الابتكار اللي هو جدا عظيمه لكن لما يكون انا عندي اساسا فرق عملي كلهم متشابهين كلهم حملت نفس الشهاده كلهم بنفس اللي هي الاليه فهذا امر ما راح يكون محفز لي بالنسبه اللي هو لي آه الكفاءات البشريه انها جالسه تبدع عندي تشجيع التفكير الابداعي لما يجيك موظف شاطح ويعطيك افكار شوي غريبه او حتى ستايله يجي غريب والى اخره لا تنبذه ولا تقمعه ولا تحاول تقول له ان انت لا غلط وهذه ثقافتنا وهذه الى اخره وانت شاطح وانت الى اخره، شجع التفكير الابداعي، ممكن يكون عنده فكره تقفز فيك بشكل اللي هو جدا عالي، فانا بالتالي لما يكون عندي هذا الموظف او عندي هذه الموظفه بهذا الشكل ممكن هم اللي فعليا يعني ينقلون منشاتي من وضع اللي هو الى وضع، فاي فكره نصيحه لا ترفضها، دائما نقول للموظف جربها، اعطيه تجربه منها. خلي شريحة من خذ شريحة من العملاء وحاول أن تطبق الفكرة عليها إذا نجحت أبد لكم أنا ممكن أنا أطبقها على المنشأة اللي هي بأكملها فكل ما كان عندك تشجيع التفكير الإبداعي حتى لو بغيت ترفض أرفض بطريقة كذا شوي ملتوية أو بطريقة اللي هي مختلفة شوي فهذه نقطة تراها راح تميزك فعليا في مجال اللي هو الإدارة أو في مجال الإدارة الابتكارية دائما نحط عندك مكان مختلف تماما لمناقشه الافكار الابداعيه مختلف عن مكان الاجتماعات الرئيسي اللي موجود عندكم، مختلف عن الاماكن اللي هي للعمل، فانا اعرف خلاص اني يعني انا مثلا اذا رحت نفترض انه عن عندي هنا في الاماكن اللي موجوده انه انا عندي مثلا الكرسي الاصفر هذا او الجلسه اللي هي الصفراء، هذه حق ترى اللي هي مناقشه الافكار الابداعيه، ما راح نجلس في مكاتبنا ولا راح نجلس في قاعات اللي هي التدريب ولا راح نجلس في غرف اللي هي الاستشارات ولا الى اخره احنا عندنا هذا الجلسه الصفراء داخل اللي هو مركز الدعم خلاص اعرفوا ان هنا نبغى نناقش اي فكره ابتكاريه ممكن تكون موجوده عندنا دائما سووا اعمال جانبيه الموظف متى يبتكر متى يبدع متى يطور متى يسوي اشياء خارجه عن مألوف اذا حس انه في انشطه مختلفه او في ولا او في تعزيز للجانب الاجتماعي اللي هو بالنسبه له أه طيب خلينا ناخذ اللي هي تكلمنا عن هذه انه في مجاله هو الاسلوب الاداري وانه يسوي او يشكل اللي هو جزئيه جدا كبيره أه طبعا بس أه يعني بس للـ 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 للتنويه في نقطة عندنا هنا أنه يقول لك أن المدير هو مسؤول عما يقارب 70% من أقبال الفرق عليه هو الابتكار أو عدمها لذلك أسلوبك أنت كمالك أه أو كمدير طبعاً إحنا لما نقول مدير أو قائد مختلفين تماماً عن بعض يعني أنت لما أه تحط نفسك انك انت المدير فمعناته ان انت الشخص الصارم اللي تمشي الاجراءات اللي هو بشكل جيد، فلكن لما تكون قائد معناته انه انا اللي بكون محفز لهم، انا اللي بكون مشجع، لذلك احنا نقول الاسلوب الاداري اللي انت أه يعني تنهجه داخل اللي هو ادارتك ترى هو اللي حيفرق عندك في موضوع اللي هو الاداره الابتكاريه. اهم الاساليب الاداره الاداره الابتكاريه اللي بالنسبه لي يعني من وجهه نظري شخصيه كاداريه بحكم انه يعني هو تخصصي في مجال الاداره وكمان اللي هو وظيفتي الاساسيه ارى ان دائما الاداره التشاركية لما تكون عندنا او لما يكون منشاتي او لما تكون مؤسستي مبنيه على التركيز على العميل يعني مثلا زي اللي هي الخدمات المقدمه وليست اللي هي المنتجات كثير اللي هي تركز على الاداره اللي هي التشاركيه كيف انه انا يكون عندي دائما إذا بتخذ قرار معين أو ببتكر نقطة معينة أو في عندي مشروع معين أو عندي إلى آخره لازم جميع الموظفين يكونوا موجودين معي عشان إحنا ناخذ أكثر من فكرة بشكل اللي هو جدا عالي هذه نقطة في نقطة ثانية ينتهجها اللي هو علي بابا داخل اللي هو شركة اللي هي الشبكة الإدارية فأنا كيف يكون عندي فرق عمل وأنا أحاول قد ما أقدر أنه أنا أجمع أو أربط اللي هو التواصل الفعال بين هذه الفرق وإحنا لما التواصل الفعال يعني هم يتواصلون مع بعض بطريقه سريعه جدا، بطريقه سلسه جدا عشان يوصلون للنتيجه اللي هي معينه، فما يكون عندهم نقطه انه احنا نتواصل من اجل انه احنا يكون عندنا اللي هو التواصل جدا اللي هو مستمر او او طول اللي هو اليوم وبالنهايه ما في عندنا نتيجه معينه، فدائما علي بابا يقول انا ما هي مسؤوليتي ابدا انه انا اشتغل ولا مسؤوليتي ابدا انه انا ابرمج ولا الى اخره انا مسؤوليتي بس انه انا كيف اربط ما بين اللي هو الموظفين وكيف اجمع ما بينهم بحيث انه احنا اخليهم يبتكرون بطريقه اللي هي جيده خاصه انه غالبيه الموظفين زي ما ذكر هو يقول انه اذكياء جدا موهوبين جدا فمساله انه انا اربط بينهم هذه نقطه اللي هي جدا عاليه تفاجأت كثير من مؤسسة سعودية يعني كانت عدد موظفينهم تقريبا خمسة إلى ست موظفين تحكي لي هي صاحبة المؤسسة تقول أنه أنا كل موظفة ما تعرف ابدا عن عمل الثانيه شيء ولا حاجه، كل وحده ماسكه مشروع معين او كل وحده ماسكه مهام معينه فهي عليها كل حاجه. طب هنا ما راح يكون في ابتكار، هنا ما راح يكون في ابداع، هنا ما راح يكون في تجديد، فانا لما اعرف زميلتي وش تسوي انا ممكن انا اعطيها نقطه معينه لان هي مشروعها مختلف عني فهي مين منافسه بالنسبه لي احنا بالنهايه جالسين نخدم منشاه واحده او عندنا مصلحه كامله لكن لما يكون في نقطه اللي هي ما في اداره تشاركيه ولا يكون حتى كمان في عندنا اللي هي الاداره او الشبكه الاداريه فهنا معناته انه في عندي اشكاليه اللي هي جدا عظيمه في مجال اللي هو الابتكار او في مجال اللي هو التطوير، اخر اداره وجميله جدا اللي هي في الاساليب الابتكاريه اللي هو اسلوب الاداره الموجهه. آه، انت تبتكر معاهم او تطور معاهم في الاشياء المعينه، فعطهم اللي هو السيستم الاساسي او عطهم اللي هي المهام الروتينيه الاساسيه، لكن ادخل عليه غير في بعض اللي هي الـ الـ الاساليب او في بعض الخطوات اللي هو يسويها، فيقول لك انه انت ما تتدخل في موظفينك، ما لك علاقه انك انت طول الوقت انت جالس اللي هو او واقف اللي هو على راسهم، انت تدخل بس في نقطه معينه توجهها في هذا الامر وتخليه فهذه النقطه تراها جدا جميله في مجال الاساليب الابتكاريه داخل المنشاه، الاداره بالاهداف يعني حققت بشكل جدا عالي خلينا نقول تنويع وابتكار وتنافس داخل المنشآت أو حتى خلينا نقول تخلق اللي هو روح الفريق وتخلق اللي هي الموائمة ما بين الأهداف وما بين المصالح العامة ومصالح اللي هي المشتركة خلينا ناخذ نموذج جدا عليها نموذج جدا رائع عليها خلينا ناخذ بس خطواتها في البداية أول شيء يعني أنا أحدد وش أهداف منشأتي فصعب أنه أنا أقول أنا ببتكر وبطور أساسا وأنا ما أعرف وش الأهداف أو وش الصياغات الأساسية اللي موجودة عندي خطوة رقم اثنين راح أوزع الصلاحية يات والسلطات اللي موجودة عندي وهذه نقطة لابد أني أحطها في عين الاعتبار يعني ما رح ما في عندنا شيء اسمه قسم التسويق كل الناس تسوق معي او كل الموظفين ترى مهمتكم تسويق، لا لازم يكون في سلطات معينه، صح اوكي احنا راح نبتكر معاكم، احنا راح نطور معاكم، احنا راح نجدد معاكم، لكن في سلطات معينه، في مسؤوليات معينه، فلان مسؤول عن هذا القسم، فلانه مسؤوله عن هذا القسم، وبحط له هو توقيت زمني لكل مهمة أو لكل اللي هو قسم. في طبعاً دائماً عندنا قاعدة مهمة في الإدارة أو حتى اللي هي في الوقت، يقولك الوقت يتمدد حتى يأخذ الوقت المخصص له، أو العمل يتمدد. حتى ياخذ الوقت المخصص له فانا لما يكون عندي قسم مثلا او يكون عندي حمله تسويقيه واقول لهم يلا احنا نبغى منكم حمله ابتكاريه وحمله تطويريه ويلا خذوا راحتكم وهم كذا يتكون يأخذون وضعيتهم ياخذون اللي هي الجو انه متى ما خلصت انا خلصت فهنا وش راح يكون عندي راح تكون عندي حمله تقليديه مبنيه على مثلا التواصل بس مع مشاهير اللي هو السوشيال ميديا وخلاص وانتهينا هو يعتبر موظف هنا انه مره جاب شيء مره واو لكن لما ضيق الوقت عليه بيطلع لك بافكار غير طبيعيه ليش اني انا ضغطت في الوقت ودائما احنا نقول الضغط يولد الانفجار ويولد الابداع فلا تتوقع انك انت لما تضغط موظفينك في نقطه معينه او في وقت معين معناته انه هم راح يعطونك اقل شيء عندهم او اقل اللي هي كفاءه نجعل الخطوه الثالثه اللي هي تكليف خط الاداره التنفيذي نرجع نقول انت كمالك ما عليك كل شيء انت عليك انك تعطي اللي هي القاعده الاساسيه وهم ينجزون عندك هم اللي يحطون لك اللي هي المهام، الخطوه الرابعه المراجعه الدوريه للاهداف او للانجاز الاهداف وراح ناخذ النموذج الان عليها، والخطوه الخامسه اللي هي تقويم الانجاز في نهايه الفتره المحدده وهل فعليا تحققت عندي او لا. كايزن بورد الاهداف من اجمل النماذج اللي فعليا احنا استخدمناها فممكن في البدايه انا عندي اشياء ابتكاريه، انا كان ودي انه يعني يكون هذا اللقاء او تكون هذه الورشه بشكل اللي هو دوره تدريبيه متكامله نعرف كل قطاع معين عندنا موجود او كل الحاضرين اللي موجودين هنا مثلا في قطاع المقاولات والعقار او في قطاع المطاعم والكافيهات او في قطاع التعليم والتدريب فكل قطاع معين ممكن احنا نعمل مجموعات ممكن نطلع كثير من الافكار الابتكاريه اللي ممكن فعليا نخدم فيها انفسنا وهذا الشيء اللي دائما يعجبني صراحه في الدورات اللي هي تابعه لمنشآت غالبية اللي يحضرون يكون عندهم تفكير الانفتاحي أنه عادي أنا أتكلم عن أفكاري بصوت عالي ما عندي شيء اسمه سرية لأنه عادي بالنهاية أنا لو طبقتها أو فلان طبقها كل واحد راح يطبقها في آليته المعينة أو بطريقته المعينة فيكون عندنا اللي هو الأيدية اللي هي الافكار وهذه جميله جدا ودائما اذكرها في الدورات التدريبيه اقول اذا احنا نبغى ننطلق من الاداره التقليديه الى اداره الابتكار اول من يهاجمنا موظفينا اول اشخاص ما راح نقول يهاجمونا بس خلينا نقول ينتقدون يعني فيجيك يقول لك والله احنا مؤسستنا فيها كذا احنا عندنا هذه المشكله فيعطونك لسته غير طبيعيه زي فاتوره السوبر ماركت اذا انت بتروح في رمضان طويله جدا يعطيك لسته غير طبيعيه من الانتقادات اللي موجوده اوكي جود طبعا انا ما عندي مشكله انتقدني افكار طورني انا ما ابغى انك انت تنتقدني لمجرد الانتقاد انا ابغى يكون عندي مجال التطوير او مجال الابتكار اكثر اللي هو من المجال الانتقاد فبدال ما اخليهم طول الوقت هم ينقدوني لا تعال انقدني بس حطني افكارك حط لي في البورد هذا اللي موجود طبعا هذا اللوحه تكون كبيره جدا اللي هو في المنشاه عندك كيفك تبغى تحطها مقاس 4 متر 5 متر 3 متر 2 متر حسب المساحه اللي موجوده عندك فانا عندي خانه الافكار كل واحد بدل ما تنقدني بدل ما يكونون موظفيني 10 وينقدوني 10 اعطوني انتم افكار 10 فانا عندي 10 الايديا اللي موجوده عندي اللي هي الافكار طب حلو من الافكار هذه الابتكاريه الجميله وش الخانه اللي هي طبعا دائمًا تكون نوت كل واحد يكتب اللي هي الفكره الابتكاريه اللي موجوده عنده ويكتب اسمه ويكتب آآ آآ تاريخ اللي هو التنفيذ لها ياخذ ستيكي نوت نحطها على الخانه الثانيه اللي هي مهام يجب انجازها وش الشيء اللي الان احنا نمتلك الموارد الماليه فيه وله ضروره عاجله جدا وممكن يحقق لنا ارباح مره كويسه فانا بخلي الموظف بدل ما ينقدني هو اللي ينقدني وهو اللي يعطيني اقتراحه هو اللي يطور هو اللي يطبقها بدل ما يصير علي انا كل حاجه لان دائما اللي ينتقد عشره واللي يطبق او اللي يقترح خمسه واللي ينفذ بالنهايه انت لحالك فبدل ما اخلي انا هذا السيستم موجود عندي لا انا بخلي اللي ينقدني عشره واللي يقترح لي عشره واللي ينفذ معي عشره كلهم اوكي اذا كان عدد موظفين بهذا العدد عندي مهام يجب انجازها، قلنا وش الشيء اللي انا امتلك فيه الان المال، يعني نفترض انه واحد قال والله احنا عندنا من الابتكار والتطوير انه احنا نغير مثلا في خلينا نقول طريقة مثلا توصيل اللي هي المنتج، اوكي؟ بدل ما نخليها اللي هي بالطريقة التقليدية، ممكن نخليها بطريقة اللي هي مفاجأة بالنسبة اللي هو للعميل، ممكن نخليها عن طريق اللي هو انه العميل زي اللي, اللي الان سووها كثير اللي هي بعد الأزمة. كثير من مطاعم البرجر وكثير من مطاعم البيتزا الابتكار في موضوع اللي هو المنتج بدل ما هو يجي جاهز جابوا لهم بوكس وحطوا لهم اللي هي الخدمه الذاتيه، اوكي ممتاز جميل انا اقدر اسوي هذا الشيء ومتاح بالنسبه لي ما في عندي اي تكاليف، بالعكس هو خفف علي تكاليف بدل ما انا اطبخ وعندي غاز وعندي الى اخره من هذه الاشياء انا اجهز الاشياء وارسلها للعميل، فهنا عندي مهام يجب اللي هي انجازها، لما اجي عند مهام يجب انجازها لابد انه نفس الموظف يعطيني متى تاريخ اللي هو البدء لها. بحط وش اللي هي المهام في طور العمل فهذه بتريحني كثير اللي هو من نقطه اللي هي الاشراف المتواصل بيني وبينهم آه يعني مثلا اذا قال لي هو انا راح انتهي فيها مثلا ب شوال فانا خلال هذا الاسبوعين او خلال هذا الاسبوع ما راح اكون طول الوقت اللي هو على راسل. لا ممكن انا اجي اعطيه لي نقطه هو يطور فيها بعدين اخر حاجه عندنا خانه اللي هي انتهاء او الدم اللي موجوده عندنا. للامانه هذه من افضل النماذج الابتكاريه أو الإدارة الابتكارية اللي أنا تعاملت فيها، طبعاً هي هذا الجزء أو كايزن بورد الأهداف، هذا جزء بسيط جداً من لوحة متكاملة، فيها مقاييس اللي هي الأداء اللي موجودة عندنا، فيها نماذج الاجتماعات اللي هي السريعة اللي هي يومياً 10 إلى ربع ساعة، فيها النماذج اليومية والنماذج الغير يومية أو المهام اليومية وغير يومية، هذه كلها من الإدارات الابتكارية اللي ممكن تكون موجودة عندنا آه في كثير من الشركات اللي تعتمد على الاداره الابتكاريه آه خلينا ناخذ مثلا نماذج كثير اللي هي السعوديه عندنا شركه سماءات عندنا شركه آه فطور فارس من آه يعني ابرز الشركات اللي آه شركه زد من ابرز الشركات اللي دائما تحاول تطور او تحاول اللي هو تبتكر لاشياء كثيره هو مو بغرض هنا اللي خلينا نقول تسويق لهم لأ احنا نفتخر كثير بالشركات السعوديه واذا كانت في عندكم شركات اخرى يعني ترون انتم من وجهه نظرها طبعا مسك لا يعلى عليها في هذا الجانب في مجال ابتكاري مركز الدعم يعني انا دائما اقول قلوب كثيره جدا لهم لانه من ابرز اللي هي الجهات اللي كثير تبتكر في خدمه اللي هو العميل يعني اي عميل راح يشرفنا بعد هذه الازمه واحنا موجودين حاليا اللي هي بعد العوده اللي هو بحذر راح تلقى انه في كثير من الاشياء او كثير اللي هي من النماذج الابتكاريه اللي احنا جالسين نسويها داخل اللي هو مركز الدعم، نتمنى يا رب انه كان هذا اللقاء خفيف وجميل بالنسبه لكم، نتمنى فعليا انه استفدتوا منه بشكل اللي هو مبسط، شكرا جزيلا لك يا اريج احنا دائما وابدا موجودين، نتمنى كثير انه هذه المحاضره قدمت لكم لو جزء بسيط من مجال الاداره الابتكاريه احرصوا دائما عليها، احرصوا دائما انكم انتم يوميا تضيفون لو لمسه اللي هي ابتكار ابسطها لو يوميا نحسن من طريقه اللي هي ادائنا مع عملائنا الداخليين او عملائنا الخارجيين. كنت سعيده جدا فيكم، كنت سعيده جدا في تواجدكم معي خلال 45 دقيقه هذه، نتمنى يا رب انها كانت مثليه بالنسبه لكم، ونلتقي ان شاء الله على خير في الدورات القادمه. ما في إشكالية أبدا موجود عند مركز دعم الأعمال جميع البرزنتيشن وموجودة ترى راح تعرض اللي هي على اليوتيوب بعد قليل بعد هذه الدورة بعد عشر دقائق راح تكون في دورة إعادة بناء الهيكل التنظيمي لمرحلة اللي هي التكيف نتمنى حضوركم وتواجدكم فيها شكرا جزيلا لكم